السلام عليكم، معكم روتين. وإن شاء الله اليوم بشرح السيركيليتوري سيستم اللي هو ثاني سيستم أو ثاني شابتر داخل معالب الفاينل إن شاء الله. أول شيء بنسترجع بعض المعلومات اللي ذكرتها بالشابتر الماضي. قلنا ببداية المقطع السابق إن جميع خلايا الجسم تحتاج إلى طاقة عشان تؤدي وظائفها بشكل صحيح، والطاقة يحصل عليها الجسم يا إما عن طريق الأكسجين أو عن طريق الغذاء. وتعرفنا بالدايجستيف سيستم كيف يتم الحصول على الغذاء وكيف يتم هضمه، وقلنا ان الغذاء اذا تم امتصاصه فينتقل عندي الى البلود سيركيليشن او الليمف سيركيليشن اللي هي تعتبر احد مكونات السيركيليتوري سيستم. فعملية نقل الاكسجين اللي نحصل عليه من خلال الريسبيرتوري سيستم، وعملية نقل الغذاء اللي نحصل عليه من الدايجستيف سيستم تحصل عن طريق إيش؟ عن طريق السيركيليتوري سيستم اللي هو جهاز الدوران اللي بنتكلم عنه اليوم بإذن الله. فنشوف بهذه الصورة إن السيركيليتوري سيستم هو اللي بينقل لي المواد من وإلى الخلايا. فنشوف إنه يأخذ النيوترينتس والماء والأملاح من الدايجستيف سيستم ويوزعها إلى كامل خلايا الجسم، وبنفس الطريقة يأخذ الأكسجين من الريسبيرتوري سيستم يوزعها إلى كامل خلايا الجسم، وكمان بياخذ مخلفات الخلايا زي ثاني اكسيد الكربون ويرجعها الى الريسبيرتوري سيستم، وباقي المخلفات زي مثلا الماء الزائد بيرسلها الى اليوريناري سيستم اللي هو الجهاز الاخراجي. فنشوف ان السيركيليتوري سيستم هو اللي بيتحكم عندي بعملية نقل المواد. نيجي نشوف الان ايش وظائف السيركيليتوري سيستم. اول وظيفة اللي هي distributes nutrients، تونا تكلمنا عنها، قلنا إنه بياخذ الغذاء اللي تم هضمه وامتصاصه عبر الجهاز الهضمي وبيوزعه إلى جميع أجزاء الجسم أو جميع خلايا الجسم. أيضا بينقل لي مواد مهمة أخرى زي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فينقلها إلى فيوصل لي الأكسجين إلى كامل خلايا الجسم، وياخذ من خلايا الجسم المخلفات اللي هو ثاني أكسيد الكربون عن طريق عملية تبادل الغازات. فحرفياً هذه العملية بتصير بين الـ respiratory system والـ circulatory system. أيضاً جهاز الدوران عندي بيقوم بعملية التخلص من النفايات أو مخلفات الخلايا زي اللي تونا اتكلمنا عنها، الـ water الزايد، الأملاح، ثاني أكسيد الكربون وباقي نفايات الخلايا. برضو من المكونات الرئيسية لجهاز الدوران الدم، وإحنا نعرف أتوقع أنه الدم من مكوناته خلايا الدم البيضاء، وخلايا الدم البيضاء تعتبر من أساسيات جهاز المناعة، فبتقوم عندي بعملية مقاومة الأمراض. فلذلك السيركيليتوري سيستم has a specific role in body defense. فالدم عندي بيحمل مواد ينتجها جهاز المناعة تقوم بالدفاع عن الجسم، وأيضا بتقوم بمقاومة الأمراض. أيضا الدم عندي يحتوي على خلايا وبروتينات تقوم بعملية تخثر الدم اللي تمنع عندي الأكسسيف بليدنج اللي هو النزيف المفرط. برضو جهاز الدوران بيقوم بتوزيع الحرارة على كافة أجزاء الجسم عشان يساعده على تنظيم درجة حرارته إنها تكون في المعدل الطبيعي اللي هو 37 درجة. آخر وظيفة هي take access fluid from interstitial fluid to the blood. لو تفتكروا الinterstitial fluid هو السائل الخارجي اللي يحيط بخلايا الدم الحمراء اللي أخذناه بunit 2 وعرضت لكم نفس هذه الصورة، وقلت لكم إنه بتكلم عنه أكثر بالليتات الجاية. طبعا هو سائل مصدره الرئيسي من بلازما الدم. هذا السائل إيش وظيفته؟ يعمل زي الوسط عشان تنتقل فيه المواد الغذائية والتالفة من الشعيرات الدموية إلى الخلايا وبالعكس. فتقريبا لدى الشخص الواحد 20 لتر من السائل الخلالي أو الانترستيشل فلويد، وتشكل تقريبا حوالي 16% من كامل وزن الجسم. وظيفته إيش؟ هو اللي بيزود خلايا الجسم بالمغذيات، وكمان يعتبر وسيلة لإزالة أو القضاء على النفايات والمواد التالفة. فهذه العملية يقوم فيها مين؟ برضو جهاز الدوران.
كذا نكون تكلمنا عن كل وظائف جهاز الدوران. نجي الآن نتعرف على إيش مكونات جهاز الدوران. مكونات جهاز الدوران الليمفاتيك سيستم والكارديو فاسكولار سيستم. طبعاً الكارديو فاسكولار سيستم هو اللي نتكلم عنه بشكل رئيسي، أما الليمفاتيك سيستم فهو يساهم أو يشارك في السيركيلاتوري سيستم، وأيضاً الليمفاتيك سيستم هو يعتبر أحد مكونات أو أساس جهاز المناعة. فإحنا بنركز بسلايدات على الكارديو فاسكولار سيستم. فالكارديو فاسكولار سيستم أو الجهاز الدوري الدموي يتكون من 3 مكونات رئيسية. أول شيء عندي القلب اللي بينظم لي أغلب عمليات الجسم أو بينظم لي عملية نقل المواد كلها. طبعاً بعدين بنشوف هنا بيتفرع من القلب الأوعية الدموية اللي هي البلود فيزلز، والبلود فيزلز هي اللي بتنقل لي البلود. فعندي 3 مكونات رئيسية للكارديو فاسكولار سيستم، هي الهارت والبلود فيزلز والبلود. نشوف هنا بسلايد نفس الكلام، يقول لك الهيومن سيركيولاتوري سيستم يحتوي على الكارديو فاسكولار سيستم والليمفاتيك سيستم. والكارديو فاسكولار سيستم اللي بنتكلم عنه وبنركز عليه في سلايداتنا يتكون من الهارت والبلود والبلود فيزلز. نجي الآن نتكلم عن أول مكون للكارديو فاسكولار سيستم اللي هو الدم. طبعا الدم عندنا يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والبلازما. نجي نتكلم عن كل مكون على حدة. أول شيء البلازما. البلازما تعتبر المكون الرئيسي للدم، فنشوف هنا أنها تمثل 55% من الدم، وهي سائل أصفر يتكون معظمه من الماء، وفيه أيضا البروتينات والمعادن والأملاح والسكريات والفيتامينات. فالبلازما هو أصلا الوسط اللي بينقل لي النيوترينتس عبر الدم، فيوفر البروتينات الضرورية عشان عملية تخثر الدم، وبرضه بينقل لي المعادن والمواد المهمة زي مثلا بينقل للعضلات البوتاسيوم والصوديوم وباقي المعادن الضرورية. بعد البلازما يجي عندنا الريد بلود سيلز اللي هي خلايا الدم الحمراء، واللي تشكل تقريبا 41% من الدم، وهي مسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الخلايا وتخليص الخلايا من ثاني أكسيد الكربون. هذه وظيفتها حرفيا. ثالث مكون عندنا اللي هو خلايا الدم البيضاء، يتشكل لي 1% فقط من الدم، وهي تتواجد عندي بالدم وبالأنسجة الليمفية، وتعتبر جزء مهم جدا من جهاز المناعة، وتساعد زي ما نعرف على مكافحة الأمراض، وتجيني بأنواع مختلفة راح نتعرف عليها بالسلايدات الجاية. أما آخر مكون عندنا اللي هو البلاتلتس أو الصفائح الدموية، هي بالواقع ما هي خلايا فعلية لكن مجرد قطع أو أجزاء صغيرة من خلية كبيرة. هذه القطع تحتوي فقط على السيتوبلازم، وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن عملية تخثر الدم. طبعا إذا حدث نقص في عدد البلاتلتس ممكن يؤدي إلى سيولة الدم، وبيأخر عملية التئام الجروح مما يؤدي إلى حدوث نزيف حاد ممكن يؤدي إلى الموت لا سمح الله. وبرضو أي ارتفاع بنسبتها ممكن يزيد من فرص تخثر وتجلط الدم، فمهم جدا نحافظ عليها بالمستويات الطبيعية. نجي نشوف السلايد. أول شيء بيقول لنا البلود هو fluid connective tissues، هو عبارة عن أنسجة ضامة سائلة تحتوي على البلازما بشكل رئيسي. قلنا البلازما هو يمثل لي 55% من كامل مكونات الدم. إيش وظيفته؟ transport substance، يعمل كوسط تنتقل فيه المواد، سواء كانت النيوترينز، الغازز، الهرمونز، البروتينز، المعادن وباقي الأشياء كلها. أما باقي الإليمنتس، أول شيء عندنا red blood cells يختصرونها RBCs، وفي اسم آخر لها اللي هو erythrocytes. ثاني مكون اللي هو الوايت بلود سيلز، هذا اختصارها، وتسمى أيضا بلوكوسايتس. أما البلاتلس فتسمى بثرومبوسايتس. طبعا الجسم عندي يحتاج إلى الدم بشكل أساسي عشان يقوم بكل عمليات، وخلايا الدم عندي محدودة العمر، يعني لها فترة زمنية محددة. أتوقع خلايا الدم الحمراء تقعد 120 يوم فقط في الجسم،
وباقي مكونات الدم يتراوح عمرها ما بين بضع ساعات إلى بضع أيام. لازم يتم استبدال الخلايا الدم بشكل مستمر، والعضو اللي بيقوم بهذه العملية هو الطحال. لكن أحياناً تكون الخلايا تحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين، وهذا شيء خطير. ففي هذه الحالة يحتاج الجسم إلى خلايا دم أكثر عشان يزودها بنسبة كافية من الأكسجين. فبتقوم عندي الكلى بإنتاج وإطلاق مركب أو هرمون يسمى بـ إريثروبروتين. هذا الهرمون ينبه نخاع العظم عشان ينتج لي خلايا دم أكثر. فخلايا الدم وين تتكون؟ تتكون داخل الريد بون مارو، تحديدا بواسطة الستيم سيلز أو الخلايا الجذعية. فنخاع الدم موجود عندي في عظام معينة في جسم الإنسان، اللي هي عظام القفص الصدري وعظام الأضلاع والفخذ وعظام الحوض وعظام العمود الفقري والعظم، أتوقع هذا بس. إيش اللي بيصير في الستيم سيلز اللي موجودة عندي في نخاع الهضم؟ بتبدأ تتحول عندي هذه الستيم سيلز أو الخلايا الجذعية إلى خلايا دم عن طريق سلسلة من الانقسامات والتغييرات، وأيضا عن طريق مساعدة هرمون الإثروبروتين اللي قلنا من وين يجي؟ يجي من الكلى. ليش تنتج الكلى؟ لما تحس إن الخلايا اللي حولها نسبة الأكسجين فيها منخفضة، أو لما تحس إنه مكونات الدم فيها نقص. فعشان تتم عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء، أنا أحتاج قلنا إلى هرمون الإثروبروتين، وأيضا أحتاج إلى الحديد وفيتامين بي 12. والعملية هذه تستغرق تقريبا ما بين 5 إلى 7 أيام. طبعا بحب أنوه على إن الخلايا الجذعية اللي تكون لي الدم هي ذاتية التجدد، فيعني لما تنقسم يبقى بعض من بناتها كخلايا جذعية دون تحول، يعني ما تتحول. ليش؟ عشان ما ينتهي مصدر الخلايا الجذعية، وكل ما الخلايا تحتاج إلى أكسجين أو كل ما الدم يحتاج إلى مكونات أكثر ترجع تنتج لي خلايا دم أكثر. فعشان كذا لما الخلايا الجذعية تنقسم ما تنقسم كلها، تبقي بعض بناتها بالصورة الأصلية بدون أي تحول عشان ما ينتهي مصدرها. فهنا بهذه الصورة نشوف إن الستيم سيل بتنقسم أول شيء عندي إلى هذه الخليتين، بعدين هذه الخلية بتنقسم إلى هذه الخلايا. هذه الخلية الكبيرة بيتفرع أو بيتبرع منها البلاتلس. قلنا إن البلاتلس هي خلايا لا تحتوي على نواة، هي فقط تحتوي على سايتوبلازم من هذه الخلية الكبيرة. وأيضا من خلال هذه السلسلة من الانقسامات بينتج لي الإريثروسايتس اللي هي خلايا الدم الحمراء. وباقي الخلايا هذه كلها اللي تنتج عن عملية الانقسامات هذه تعتبر من أنواع اللوكوسايتس أو خلايا الدم البيضاء. فأنواع البلوت سيلز، أول شيء عندي الريد بلوت سيلز أو الإريثروسايتس. قلنا إن الخلايا الدم الحمراء إيش وظيفتها؟ هي بتقوم بعملية تبادل الغازات، فتكون محملة بالأكسجين ترسله إلى الخلايا، وبنفس الوقت تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الخلايا وبترسله إلى اللانكس. أما البلاتلس اللي هي الثرومبوسايتس، فهي تساعد في إيش؟ البلود كلوتينج، تخثر الدم أو تجلط الدم. أما الوايت بلود سيلز اللي هي اللوكوسايتس تجيني بأنواع مختلفة، كلها تشترك في نفس الوظيفة اللي هي تحارب ضد العدوى أو ضد الأمراض ومسببات الأمراض. فنجي نشوف السلايد، هذه الصورة تقريبا لخصتها لكم بهذه الخريطة. وهنا بيتكلم لي عن الخلايا الدم، أو شيء الريد بلود سيلز هي عبارة عن خلايا لا تحتوي على أنوية، وهذا بيساعدها لأنها تتشكل بأشكال مختلفة وتنتقل بسهولة. إيش وظيفتها؟ تنقل لي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من وإلى الخلايا. أما الوايت بلود سيلز فهي تحتوي على أنوية، وظيفتها إيش؟ تدافع عن الجسم أو تحارب الأمراض والعدوى. أما البلاتلس فهي سيل فراغمنتس، قلنا هي ما هي خلايا فعلية، هي عبارة عن قطع من خلية كبيرة تحتوي فقط على السيتوبلازم، فيعني طبيعي إنها ما راح تكون تحتوي على أنوية.
إيش وظيفتها؟ have a role in blood clotting or coagulation اللي هو عملية تخثر أو تجلط الدم. طبعاً في هذه الصورة شارح لك إن البلازما هو يمثل 55% من كامل الدم، يتكون بصورة أساسية من الواتر، من الماء. 90% من مكونات البلازما هو إيش؟ ماء، وهذا اللي يعطي الدم صورته السائلة. أما باقي المكونات فيحتوي على بروتينز، يحتوي على بعض الأملاح زي الصوديوم، البوتاسيوم والكالسيوم، أيضا يحتوي على بعض السبستنس اللي بينقلها من وإلى الخلايا زي الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، نيوترينتس، المخلفات والهرمونز وما إلى ذلك. أما باقي مكونات الدم فكلها مع بعضها تكون لي 45% من كامل الدم. كذا نكون تكلمنا بشكل مفصل عن الدم ومكوناته. نجي الآن نتكلم عن البلود فيزلز اللي هي الأوعية الدموية اللي بتنقل لي الدم من وإلى خلايا الجسم كلها بما فيها القلب. طبعا أتوقع كلكم عندكم خلفية عن الأوعية الدموية من اللاب. عندنا الأوعية الدموية يا إما تكون أوردة اللي هي الفينز اللي بتنقل لي الدم من كامل أجزاء الجسم إلى القلب، أو الشرايين اللي هي الأرتريز اللي بتنقل لي الدم من القلب إلى كامل أجزاء الجسم. الأوعية الدموية في الجسم شكلها زي الأشجار، فالجذع عندي يكون يا إما فين يا إما أرتري، هذا الجذع. وبعدين هذا الجذع بيتفرع عندي إلى أفرع صغيرة، فالأفرع هذه تكون يا إما فانيول أو أرتيول، وكل ما امتدت عندي الأغصان أكثر كل ما نقص قطرها. فيعني كل ما ابتعدت البلود فيزلز عن القلب كل ما ينقص قطرها، فأول شيء تكون فانيل وبعدين آخر شيء توصل عندي إلا أنها تكون كابيلاريز. طبعا الكابيلاريز أو الشعيرات الدموية اللي تتكون عندي من طبقة واحدة فقط من الإندوثيليوم، هي بتقوم بعملية نقل المواد أو عملية تبادل المواد بين الدم وخلايا الجسم، عشان كذا هي مكونة من طبقة واحدة فقط عشان يسهل عملية تبادل المواد بين الدم وخلايا الجسم من خلال عملية الانتشار البسيط. هنشوف هنا ان الفين يحتوي من ثلاث طبقات بما فيهم الاندوثيليوم، والارتري برضو يحتوي على ثلاث طبقات بما فيهم الاندوثيليوم، اما الفانيول فيحتوي على طبقتين التونيكا اكسترنا والاندوثيليوم، اما الارتيول هو يحتوي برضو على طبقتين ولكن مختلفة عن الفانيل، هي تونيكا ميديا والإندوثيليوم. أما الكابيلري فهي فقط تحتوي على طبقة واحدة، إيش هي؟ الإندوثيليوم. نجي نشوف سلايد. هنا بيقول لي إن blood vessels هي tubes of different diameters، لها أقطار مختلفة. إيش وظيفتها؟ transport the blood to the heart أو away from the heart. فعندنا الأرتريز هي اللي تنقل الدم من القلب وتتفرع إلى أرتيول، ومن ثم كابيلري، الكابيلري برضو بتتفرع إلى فانيول، ومن ثم إلى فين اللي هو بينقل الدم إلى القلب. فالبلود فيزلز يا إما تكون أرتريز أو أرتيول أو كابيلري أو فين أو فانيول. هذه الدورة اللي بتصير بين الأوعية الدموية من القلب إلى الأرتريز، من الأرتريز إلى الأرتيولز، من الأرتيولز إلى الكابيلريز، الكابيلريز إلى الفينيولز، من الفينيولز إلى الفينز، وبعدين برضو إلى القلب. هنا نشوف طبقات الأوعية الدموية مكونة من إيش. طبعا قلنا إن الأرتريز بيتكون من ثلاثة طبقات، فأول طبقة عندي إيش؟ الإندوثيليوم، وبعدين يجي عندي التونيكا ميديا اللي هي عبارة عن سموث موسلز، وآخر طبقة اللي هي التونيكا اكسترنا هي عبارة عن كونكتيف تيشوز تعمل كغطاء للوعاء نفسه. أما الأرتيول زي ما قلنا هي عبارة عن طبقتين فقط. إيش هي الطبقتين؟ الإندوثيليوم زائد إيش؟ تونيكا ميديا اللي هي سموث موسل. أما الكابيلري فتتكون فقط من الإندوثيليوم، الفينيول برضو كنا يتكون من طبقتين فقط، الاندوثيليوم والكونكتيف تيشو كوت اللي هو التونيكا اكسترنا، وكمان يحتوي على شوية من سموث موسلز. أما الفين فهو يحتوي على ثلاثة طبقات
اللي هي تونيكا اكسترنال اللي هي كونكتيف تيشو كوت، سموث ماسل اللي هي تونيكا ميديا، و تونيكا انترنال اللي هي الاندثيليوم. واحب انوه هنا على ان الفيز الكبيره اللارج فيز تحتوي غالبا على الفالفز اللي هي الصمامات. ايش وظيفه الصمامات هذه؟ توجه الدم الى القلب وتمنع رجوع الدم من القلب الى الوعاء مره اخرى. ونلاحظ هنا ان الفرق بين الفانيول والفين ان الفانيول لا يحتوي على الفالفز، فعشان كذا غالبا ما يقولون فانيول، يقولون لارج فين وسمول فين، لان الاختلاف فقط بينهم يكون بالفالفز. نيجي نشوف السلايد. هنا أول شيء بتكلم عن الأرتريز، بيقول لي إن الأرتريز هي تحتوي على thick muscular wall، وهذا اللي بيميز الأرتريز. الأرتريز طبقة العضلات فيها تكون أكبر من الفينز. إيش وظيفتها؟ تحمل البلود away from the heart. طبعا الأرتريز دائما تحمل oxygenated blood اللي هو الدم المؤكسج، أو الدم اللي هو rich in oxygen. لكن بالبلمونري ارتريز بيحدث العكس، فالارتريز دائما تحمل دم مؤكسج من القلب، ولكن بالبلمونري ارتريز الارتريز have highest blood pressure، بيكون فيها ضغط الدم عالي جدا، وهذا شيء طبيعي لان هي اللي بتوصل الدم الى كامل خلايا الجسم، فتحتاج الى ضغط عالي جدا. وبعدين طبعا الارتريز اللي هو الجذع الكبير عندي بيتفرع الى الاغصان اللي هي الارتيولز، والارتيولز اللي هي الاغصان بتتفرع عندي الى افرع اللي هي الكابيلاريز. فالكابيلاريز هي ايش؟ هي برانشز اوف ذا ارتيولز، هي تفرعات من الارتيولز. لما يوصل الدم الى الكابيلاريز السبيد اوف بلود فلو، سرعه تدفق الدم تبدا تتباطأ عشان يحصل عندي عمليه تبادل المواد. فالكابيلاريز زي ما عرفنا من قبل هي have the thinnest wall، ترتيب الوالز. أول شيء عندي الأرتريز هي تحتوي على أثقل أو أثخن wall، وبعدين عندي الفينز، وبعدين عندي الكابيلاريز. فجدار الكابيلاريز يعتبر أخف واحد ما بين الأوعية الدموية كلها، ويحتوي على single layer of epithelium. ليش؟ عشان يسمح لي بعملية الـ exchange of materials، عملية تبادل المواد between the blood and body cells، من خلال عملية الانتشار البسيط اللي راح نتعرف عليها أكثر في السلايدات الجاية، وأيضا راح نشرحها مرة أخرى بالـ respiratory system. نجي نشوف الـ veins. طبعا الـ blood from capillaries بيبدأ يتفرع إلى الـ venules اللي هي little veins، وبعدين الليتل فينز تبدأ تندمج مع الفينز أو اللارج فينز. طبعاً اللارج فينز have thinner wall than arteries، فبترتيب الأوعية الدموية قلنا أول شيء مين؟ أول شيء الارتريز، بعدين الفينز، بعدين الكابيلاريز. إيش وظيفة الفينز؟ تحمل الدم مرة أخرى إلى القلب، يعني من كامل خلايا الجسم إلى القلب. إيش تحمل؟ فالفينز عندي هي دائما تحمل الدم الغير مؤكسج الى القلب، ما عدا البلمونري فين هي تحمل الدم المؤكسج. ولان الارتريز هاف هايست بلود بريشر، فبالتالي الفينز هاف لوست بلود بريشر. فاذا ضغط الدم بالفينز يكون جدا ضئيل، فايش اللي بيساعد الدم على انه يتجه الى القلب؟ اللي يساعد الدم إنه يتجه من القلب إلى كامل أجزاء الجسم في الأرتريز هو ضغط الدم العالي. فإيش اللي بيساعد الدم إنه يجي من كامل خلايا الجسم إلى القلب إذا ضغط الدم بيكون عندي منخفض؟ نجي نشوف. اللارج فينز عادة يكون فيها الفالفز اللي هو هذا التركيب اللي هو الصمامات. هذه الصمامات تساعد الدم بإنه يتجه في اتجاه واحد اللي هو باتجاه القلب. فالفالفز عندي pressure sensitive، هي حساسة للضغط، فهي اللي تسمح للدم انه يتجه باتجاه القلب لما تكون مفتوحة، وكمان بتمنع هجوم الدم الى الخلايا مرة اخرى
لما تكون مسكرة، زي مثلا الليكس تكون مدعومة بهذه skeletal muscles. هذه skeletal muscles إيش تسوي؟ يصير فيها عملية contraction، عملية التقلص. هذه عمليات contraction بتساعد في movement of blood، بتساعد في عملية نقل الدم من الأجزاء السفلية إلى القلب. وبكذا نكون خلصنا كل شيء عن الأوعية الدموية. وبيبقى عندنا آخر مكون أو آخر بارت اللي هو الهارت، اللي راح أتكلم عنه في مقطع منفصل عشان ما يصير المقطع طويل عليكم. وبالتوفيق وشكراً.